السلام عليكم أحبائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الديار. وصلنا الآن وياكم إلى فقرة صحة وجمال. فقرتنا اليوم راح تتكلم بها عن الجمال، وراح نحكي بها أيضا عن العناية بالأظافر. الأظافر أكو مقولة قديمة تقول بأن جمال الأظافر يعني جمال السيدة، ويدل على أنوثتها، وهذه حكمة رومانية. ولكن الاعتناء بالأظافر يعتمد على عدة أمور، وجمال الأظافر أيضا يعتمد على عدة أمور. مثل هذه الأمور اللي تعتمد عليها جمال الأظفر: أولا شكل الأظفر، لون الأظفر، وحجم الأظفر. طيب، العناية بالأظفر شلون؟ لازم أن نعتني بالأظفر بأمور معينة. أولا أمور الغذاء، لازم نمد الأظفر بالبروتين وبالمواد الكافية وبفيتامين B12 وأيضا بفيتامين A، وهذه كلها الأمور موجودة، وهذه الفيتامينات عفوا موجودة كلها في الغذاء، وخصوصا في المشمش المجفف وفي الجوز واللوز والبندق، المكسرات بصورة عامة، والتين المجفف، كل الفواكه المجففة هي مفيدة ومقوية للأظافر. اليوم احنا ما نريد نطيل عليكم، جبنا لكم خلطة بسيطة. ماكو داعي بعد تروحون لليوتيوب وتشوفون فلان وفلان وفلان، راح نعطيكم خلطة حلوة تعتنون بها بالأظافر، تمد الأظافر بالبروتين العالي، وتمنع تكسر الأظافر، وأيضا تطول الأظافر، وتعطي شكل حلو، وتوخر الخطوط الموجودة بالأظافر. كل هذه الأمور هي في تركيبة بسيطة راح نعطيكم إياها اليوم في فقرة صحة وجمال. أحبائي المشاهدين، هسه وصلنا إلى تحضير هذه التركيبة. راح نبدي وناخذ هذه الكاسة اللي راح نخلط بها المكونات. المكونات هي عبارة عن زيت الخروع، وأيضا عبارة عن صفار بيضة، وعبارة عن زيت الخزامي اللي هو زيت اللافندر، وايضا عباره عن زيت خل التفاح عفوا، وايضا عندنا زيت الزيتون، وعندنا خميره العجين، وعندنا ملح الطعام. هسه راح نبدي على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نشوفكم شلون نحضر العلاج الرئيسي لتقويه الأظافر وتطويلها. نأخذ الخمرة، خمرة العجين، 2 ملعقة صغيرة من خمرة العجين. بعد نأخذ صفار البيضة، صفار بيضة وحدة، راح نضيفه وين؟ راح نضيفه فوق الخاشوكتين الصغيرة مال خمرة. طبعا أشياء بسيطة ومنزلية، يعني احنا دائما نعتمد ونقول ليكن غذاؤك دواءك، واحنا اليوم راح نسوي طريقة، راح نقول اصنع دواك بايدك من بيتك. هسه وصلنا الى زيت الخروع. زيت الخروع نخلي من عده 2 ملعقة طعام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2. خلصنا من زيت الخروع. بعد عندنا يا زيت، عندنا زيت الخزامي اللي هو نسميه زيت اللافندر، زيت عطري يعطي رائحة، يضغي على رائحة البيض، وأيضا مقوي للأظافر، يعمل على تقوية وتقسية الأظفر، بالتالي يمنع تكسره. ناخذ 1 2 ملعقتين صغيرة من زيت اللافندر، الراجعة هنا. هسه المن نجي لزيت الزيتون. زيت الزيتون قد ناخذ زيت الزيتون، طبعا يفضل ان يكون زيت الزيتون بكر، يفضل ان يكون زيت الزيتون بكر حتى يحافظ على خواصه. 1 2 3 4 5، 5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. بعد وصلنا المن، وصلنا الى خل التفاح. خل التفاح 1 2 3 4، 4 ملاعق من خل التفاح، طبعا الملاعق صغيرة.
حس وجينا الى المفاجاه الكبيره اللي حقيقه الناس غافله عنه وهو الملح. الملح يمدنا بالبروتين ويمدنا بالزنك ويمدنا بالكالسيوم ويمدنا بالكبريت وبالفسفور، وهذني كلهن الاظفر محتاجهن، ولكن يشترط ان يكون الملح ملح خشن اللي هو احنا نسميه باللهجه العاميه ملح عرب، هذا ملح خام ما مكرر. راح ناخذ من عده ملعقه صغيره، هذا يحتوي على مواد وبروتينات ومعادن الارض كلها، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا من الارض. هسه راح نبدا نخلط بهالشكل. يفضل خلطها بصوره صحيحه حتى تتجانس من الملح يذوب، يعني صارت عندنا الخلطه، وهذه الوصفه هي وصفه مجربه ثقوا بالله، يعني هذه تستخدم الخلطه للاظافر يوميا، تنترك على الاظافر لمده من نص ساعه الى ساعه. المراه خلال 15 يوم، ما اقول لكم يوم ويومين لان احنا جاي نشتغل بالطبيعه، راح تحصل على اظافر رائعه، وهي طبعا في مجال العنايه، اما في مجال الحاله المرضيه لا، حاله مرضيه راح اشوف 20 يوم اكو تحسن بشكل الاظفر. طبعا هاي الخلطه هم تطول الاظافر، هذه هم تطول الاظافر، قلنا يوميه تستخدم. اما اذا واحد طبعا اذا كان رجل او مراه، هاي مو بس المراه، هاي جمال، الجمال مو بس للمراه، الرجال هم المفروض يعتنون بنفسهم. هسه خلصنا، شلون راح نستخدم؟ انا راح استخدم على ايدي ولو ما عندي اظافر بس ما يخالف، ناخذ بهالشكل هذه ونخليها بهالشكل. شوفوا لازم الحركه تكون دائريه، يعني مو اجيبها بس مجرد هيك شفيان شر، لا انا لازم اعتني باظفري بحركه دائريه. انا هسه طبعا الخمره ما ذايبه، لازم الخمره تذوب، يعني تنترك 10 دقائق هذه التركيه، بس احنا اذا نتركها 10 دقائق راح ياخذ وقت البرنامج، بس احنا بعد 10 دقائق نستخدمها بهالشكل. بهالشكل راح نحصل على نتيجه هائله. تنترك ايش قد؟ تنترك 10 دقائق وبعدين نخليها على الاظافر، على الاظفر الماده ايش قد تبقى؟ تبقى من نص ساعه الى ساعه يوميا يوميا، ويفضل بالليل لان بالليل الاظافر تتنفس والجلد يتنفس. احبائي المشاهدين، خلطاتنا بسيطه وما مكلفه، وكل المواد هي موجوده من البيت، واحنا دائما نقول اصنع دواك بايدك، وماكو داعي تروحون للمواد الكيميائيه، وماكو داعي تروحون لمواد التجميل اللي ما نعرف شنو مصدرها. اليوم البيض هو غني بالكولاجين وبالبروتين وغني بكل المواد، ومثل ما ذكرنا المواد هي كلها طبيعيه وشفتوها. هذه هي طبعا حصيله خبره، انا ما جاي اجوم اعطيكم فشي ما مجرب، ثقوا بالله هذه وصفه مجربه، وجاي اعطيكم سر مهنه ما حد يعطيكم اياه. تقبلوا تحياتي، اخوكم خبير التغذيه والتجميل والطب التكميلي والاعشاب الطبيه زهير الجعفري، وانتظرونا بحلقه جديده من برنامج صباح الديار وفقره جديده، وان شاء الله فقرتنا اليوم غد ايضا راح تتكلم عن الجمال، وراح نحكي بيها عن ماسك الوجه، شلون نقدر نحافظ على وجهنا من التجاعيد. خلونا ننتقل للاخوه الزملاء في الاستوديو ونشوف شو محضرين لنا.